السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، لا تيأسوا من روح الله. دي الكلمة اللي قالها سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام لأولاده: لا تيأسوا من روح الله. دايما الناس بتيأس في مرحلتين من حياتهم. المرحلة الأولانية هي مرحلة وجود الذنوب والمعاصي اللي بتخلي الإنسان في بعض الأوقات يصاب بإحباط شديد ويحس بعجز تام، حتى ما بيبقاش قادر يقوم يطيع ربنا سبحانه وتعالى، لأن خلاص اليأس تملك قلبه. عارفين لما تكون في عربية في يوم من الأيام ماشية وصاحبها دايس فرامل جامدة جدا، فالعربية مش قادرة تمشي؟ ده بيكون حالنا دايما، نفسنا نقرب من ربنا بس احنا للأسف دايسين فرامل. الفرامل دي يأس وإحباط مكتفة العربية، العربية مش عايز تمشي. عارفين اليأس والإحباط إذا نزل في قلب، خلاص فقد الإنسان طعم الحياة، طعم الأمل. ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن ما ينفعش الإنسان أصلا ييأس. ربنا قال لنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ربنا قال لنا: إن مع العسر يسرا. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. قال الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. مفيش مع ربنا يأس. اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى دايما يكون عنده أمل ويكون عنده تفاؤل مهما كانت ذنوبه ومهما كانت معصيه، ما ينفعش أن يأس مع الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية دي أنا قرأت فيها كتير قوي في كتب تفسير كتير، لأن فعلا الآية دي كلما الواحد في بعض الأوقات بيصيبه إحباط بسبب ذنب أو بسبب معصية وبيرجع لها، بيستشعر فضل ربنا سبحانه وتعالى وبيحس فعلا إن خلاص الظلمة اللي كان عايش فيها خلاص راحت، دلوقتي وقت النور. سبب نزول الآية في ثلاث أشخاص. السبب نزول الأولاني نزلت في وحشية بن حرب قاتل حمزة، اللي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا ما عدتش عايز أشوفك تاني، أسلم وحشية بن حرب وجاب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، هو أنا لي توبة بعد ما قتلت حمزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لوحشية بن حرب قاتل حمزة لا تقنطوا من رحمة الله. الآية دي نزلت في مجموعة من الشباب جم للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له: يا رسول الله، إنا أهل شرك، إحنا ناس كنا بنعبد الأصنام، قتلنا فأسرفنا، زنينا فأسرفنا، شربنا الخمرة فأسرفنا، وإن دينك هذا لحسن لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة. يأس وإحباط واضح جدا من كلامهم. فأنزل الله هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، حتى لو كنت في يوم من الأيام خرجت من الدين، حتى لو في يوم من الأيام شربت خمرة وأسرفتم، ولو فعلتم الكبائر وأسرفتم. آية بتفتح لنا باب الأمل. هشام بن العاص اللي ارتد بعد إسلام، بعد ما قعد مع النبي وسمع من النبي ودخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم، للأسف ارتد عن الإسلام، والصحابة في المدينة بعد ما هاجروا كانوا عمالين يقولوا: يا ترى هو الناس اللي ارتدت عن الإسلام في مكة، الناس دي ممكن ربنا يقبلها ولا لا؟ إزاي يكفروا بعد ما شافوا النبي وقعدوا معاه؟ هؤلاء ليست لهم توبة. فأنزل الله عز وجل ردا على الصحابة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. اوعى في يوم من الأيام تيأس. دي وصية سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام: اوعى تيأس أو تقنط في يوم من الأيام من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. مهما كان ذنبك ومهما كانت المعصية اللي انت وقعت فيها، ارجع لربنا تجد الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما. ربنا بيقول لنا في القرآن، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الباب مع ربنا سبحانه وتعالى ما بيتقفلش، باب ربنا سبحانه وتعالى دايما مفتوح. مشركي مكة اللي خرجوا في كبرياء وعظمة ورياء علشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ربنا فتح لهم الباب وقال لهم: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اليهود والنصارى
اللي اتخذوا والعياذ بالله عقائد بعيد كل البعد عن العقائد التي جاء بها موسى وعيسى. ربنا ما قفلش معاهم الباب، بل ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. الناس اللي قتلت أصحاب الأخدود اللي حفروا الأرض وأوقدوا النار وقتلوا المؤمنين بالنار، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، قال ابن عباس قتلوا أولياءه ويفتح الله تبارك وتعالى لهم باب التوبة. الباب مع ربنا سبحانه وتعالى ما بيتقفلش. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاه، وعايز يسأل النبي أنا ممكن يكون لي توبة؟ اللي عمل كل الذنوب وكل المعاصي، اللي انتهك كل الخطوط الحمراء اللي ربنا وضعها، أنا ممكن يكون لي توبة؟ يأتي هذا الرجل إلى رسول الله ويقول يا رسول الله، يا رسول الله، أرأيت رجلا صنع الذنوب كلها لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقع فيها، أيغفر له يا رسول الله؟ فقال له النبي بعدما فطن إنه هو صاحب السؤال، أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أما أنا يا رسول الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم تصنع الحسنات وتترك السيئات، يجعل الله تبارك وتعالى سيئاتك كلها حسنات. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال وغدراتك وفجراتك. فلا زال الرجل يكبر الله أكبر الله أكبر، ولا زال يكبر حتى توارى. اللي غفر لقاتل المائة نفس وجعل ملائكة الرحمة هي لتقبضه قادر أنه يغفر لك. من علم أني ذو مغفرة، أني ذو قدرة على مغفرة الذنب، قال الله في الحديث القدسي من علم أني ذي قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منك ولا أبالي. ربنا سبحانه وتعالى ما قفلش الباب في وش حد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي يا ابن آدم، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ربنا ما بيقفلش الباب في وش حد. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي لما قال له الشيطان أي ربي وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسامهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ربنا سبحانه وتعالى ما قفلش الباب في وش حد. لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ارجع لربنا وخبط على الباب سيفتح لك بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه ما قفلش الباب في وش حد. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ربنا سبحانه وتعالى ما بيقفلش الباب في وش حد. إن من قبل المغرب بابا كما قال صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل للتوبة. إن من قبل المغرب بابا جعله الله بابا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، إلا في موطن واحد بس، يوم الشمس تطلع من جهة المغرب خلاص هنا ربنا سبحانه وتعالى يقفل الباب. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. اوعى تيأس من روح الله أبدا مهما كان ذنبك ومهما كانت معصيتك. وفي نفس الوقت اوعى تيأس من روح الله في أي شدة أنت مرضت بيها. اوعى في يوم من الأيام علشان سن الزواج اتأخر شوية تيأسي من روح الله، لا والله هو ربنا مدخل لك بس خير عظيم، بس اصبري. اوعى في يوم من الأيام تيأس أو تقنط من رحمة الله لما المرض اشتد شوية وفترة المرض طالت شوية. اوعى في يوم من الأيام تيأس من روح الله سبحانه وتعالى لما كان عندك مشاكل في الشغل وأزمات بتمر بيك ومحن، لا تيأس من روح الله. مفيش أبدا أبدا أي عسر بيحصل للإنسان إلا ويكون مع اليسر، بس لو صبرنا. يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في الجب، ألقي هنا، وقع في البير، ومع ذلك جعل الله تبارك وتعالى له مخرج، بس اصبر. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن ولبث في السجن بضع سنين وجعل الله تبارك وتعالى له مخرج. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام لبث في البلاء 18 سنة وجعل الله تبارك وتعالى له مخرج. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام حرم من الولد بعد سن الزواج، بعد سن كبير من الزواج وبعد عمر طويل أضام مع زوجته، ومع ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى الولد. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تآمر عليه قومه وربنا سبحانه وتعالى نجاه. مهما كانت الشدة ومهما كان العسر ومهما كان الألم اللي انت بتمر بيه اوعى تيأس ابدا او تقنط من رحمة الله. بس عايز اديك المفتاح، زي ما قلت لك اليأس من روح الله مع الذنوب له مفتاح علشان يزول تماما، انك تتوب وتقدم العمل الصالح.
واما في وقت الازمات والمحن لازم تكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سيفرج عنك. وربنا هيفرج عنك بحاجتين. الحاجه الاولانيه انك تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي مما شاء. ونحن نحسن دائما الظن بالله سبحانه وتعالى. الامر الثاني انك تجتهد في العمل الصالح. انك تجتهد في العمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الانبياء ذكر لنا محن كتير جدا وشدائد كتيره جدا مرت بالانبياء والمرسلين. ذكر لنا بلاء ايوب في المرض، وذكر لنا بلاء سيدنا زكريا بعدم وجود الولد، وذكر لنا بلاء سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام لما القي في باطن الحوت، وذكر لنا بلاء ابراهيم لما القي في النار، وذكر لنا بلاء موسى عليه الصلاه والسلام، وذكر لنا بلاء نوح ولوط عليهم الصلاه والسلام، ذكر لنا بلاءات كل هؤلاء، وقال لنا في النهايه في اخر قصه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، وادانا مفتاح ازاي ان شاء الله نخرج من الكروبات اللي احنا فيها او الازمات اللي احنا فيها. فقال ربنا تبارك وتعالى: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. الاصل في القران وفي غير القران يسارعون الى الخيرات، سارعوا الى مغفره. بس ربنا هنا استعوض عن حرف الى بحرف فيه، وكأن ربنا بيقول لنا لو دايره الخيرات هنا هم جوه الدايره، ورغم ان هم جوه الدايره هم بيجروا في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. بادر الى طاعه الله سبحانه وتعالى يسارعون في الخيرات. اثنين يدعوننا رغبا ورهبا، يعني عبدوا ربنا في وقت الشده زي ما عبدوه في وقت الرخاء. خلي ليك رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى. وكانوا لنا خاشعين، معناها زي ما ابدانهم بتجري طاعه ربنا قلوبهم برضو من جوه بتجري بطاعه ربنا. استوى الظاهر والباطن، استوى الظاهر والباطن. خلي عندك حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الايام تستعجل، خلق الانسان عجولا. انا مش مستعجل، وانا عارف ان ما يصنعه الله تبارك وتعالى انما يكون لحكمه بالغه. فنصابر الى ان يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الضر، ويرفع الله سبحانه وتعالى هذا المكروه. وما فيش حد على وجه الارض ما مرش ببلاء، ولكن بيهون علينا هذا البلاء ان شاء الله مع نزول البلاء بيجي كمان ايضا اليسر، مع نزول العسر بيكون مع اليسر. بس الصبر والاحتساب. من ايام بسيطه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه بيضرب ويعذب ويعذب اصحابه ولا يستطيعون ان يسجدوا لله عز وجل عند بيت الله الحرام. ايام معدوده ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وداخل مكه، فتح مكه وقدر يعبد ربنا سبحانه وتعالى. من ايام بسيطه كان الصحابه رضوان الله عليهم مشردين ما بين هجره الحبشه الاولى وهجره الحبشه الثانيه وهجره المدينه، وبعد ايام بسيطه بوأهم الله تبارك وتعالى ملك الارض وخدوا كنوز كسرى وقيصر. من ايام بسيطه كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج مع الصديق في الهجره، وسراقه بن مالك رايح علشان يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه الصديق. وسبحان الله والنبي يقول له: يا سراقه ستأخذ سواري كسرى. يعني ودارت الايام وفي خلافه عمر يتحقق هذا الوعد. في عز الازمه وفي عز المحنه هيجي بعدها خير، والله هيجي بعدها خير. صلح الحديبيه الناس كانت شايفاه شر، شايفاه بلاء ومحنه، بس اصبروا سنتين اتنين بس واعداد المسلمين تضاعفت اضعاف كبيره جدا، والنبي رجع مكه فاتح، وربنا نصر المؤمنين واعز الله سبحانه وتعالى المؤمنين. مهما كانت الشده ومهما كان العسر ومهما كان البلاء اللي انت بتمر بيه، خليك دايما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لا تيأس ابدا من رحمه الله، ولا تقنط ابدا من رحمه الله، فان لنا رب يدبر الامور. احسن انت بس العلاقه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وبعدها هتلاقي فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك واسع، وساعتها تقول: ياه فعلا البلاء ده كان سحابه صيف عدت وجاء من بعدها الرخاء. يوسف عليه الصلاه والسلام دخل السجن وطلع من السجن عزيز مصر، ولكن اصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره. اوعى تقنط، لان التغيير قرب، وقت التغيير قرب جدا باذن الله. اصبر واحتسب واحسن الظن في الله، بادر بالعمل الصالح، تلاقي ان شاء الله الياس زال عنك تماما، واصبحت باذن الله من حسن الظن في الله، فيوفقكم الله عز وجل في الدنيا والاخره. اسال الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركه ان يغفر لنا ذنوبنا، واساله سبحانه وتعالى ان يفرج عنا كربتنا، واساله سبحانه وتعالى ان يبدلنا بالعسر يسرا. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إنا ذهبنا نستبق.
تَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا